بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس أماني. إن شاء الله معانا كتابين هنعمل عنهم ريفيوز. عندي كتاب سنة أولى ابتدائي وكتاب تانية ابتدائي. زي ما حضراتكم شايفين كل كتاب بيجي مغلف. الكتاب عبارة عن جزئين. ده كتاب الشرح. الخامة الورق ممتازة. عندي حاجة جميلة جدا. هعمل لي مراجعة على KG1 KG2 General Revision. عندي the alphabet اللي هي الحروف الهجائية. تاني عملها لي مراجعة كلها زي ما احنا شايفين. وعندي كمان numbers زي ما احنا شايفين. وعندي الفوكابلوري اللي فات كله, كل الكلمات الحصيلة اللغوية والأرقام. وعندي الفونكس النطق الصوتيات. كل ده في مقدمة الكتاب. وعندي language functions اللي هي الوظائف اللغوية, ازاي استخدم اللغة وتحدث بيها زي ما احنا شايفين. وعندي شخصيات الكتاب, هاني, هانا, يوسف, أميرة, مس منى, بزيبي. عندي كل يونت فيها الورم أب زي ما احنا شايفين, وبعدين الفوكابولري, وعندي الليسنينج اللي هي المحادثة اللي في الوحدة, ووراها عندي ازاي استخدم language functions اللي هي وظائف اللغوية. وعندي ورا كل وحدة عندي project زي ما احنا شايفين. وعندي exercises و activities. عنوان unit 1, Who am I? يعني من أكون. طيب عنوان unit 2, This is me, يعني هذا أنا. وعندي هو الكتاب عبارة عن 9 وحدات, كل وحدة خاصة فيها الvocabulary, فيها language functions, فيها المحادثة بتاعتها. عندي Unit 3, My School Bag. وزي ما احنا شايفين حاجات جميلة وشيقة, رسومات جميلة تجذب انتباه الأطفال. وعندي كمان exercises مناسبة لسن الأطفال. كمان Unit 4, It's My Birthday. ده الوحدة دي خاصة بالأرقام numbers. وعندي كمان الcolors زي ما احنا شايفين. بعد الـ4 وحدات الأولانيين بنلاقي في review 1 بيراجع على الvocabulary بتاع unit 1, في vocabulary unit 2, unit 3, unit 4. وعندي كمان activities على الـ4 وحدات الأولانيين. وعندي الفونكس, عندي B, عندي H, N, P, R, C, O, وإزاي الأطفال بتعرف تنطقها وتكتب شكل الحروف
وتجيب كلمات أولها أو داخل فيها نفس الحرف الموجود. بعد كده بنلاقي theme 2 عندي the world around me. في unit 5 with my family اللي هي مع عائلتي. We gave the members of the family. عندي زي ما احنا شايفين أفراد العيلة. Grandmother, grandfather, brother, sister, mother, father. وعندي كمان ال language functions الخاصة بالوحدة. ازاي اطلب طلب مؤدب او ارد على الطلب المؤدب واشكر اللي بيديني شيء. Unit 6 Let's play music. وعندي الميوزيكال انسترومنتس اللي هي الالات الموسيقية زي ما احنا شايفين. وازاي الطالب يقول I can play the guitar, I can play the flute. وازاي يستخدمهم في تكوين جملة بسيطة. Unit 7 at home. وعندي ال places at home اللي هي الأماكن في المنزل. مكونات المنزل. وعندي ازاي اسأل على المكان باستخدام كلمة where. Unit 8 at the pyramid اللي هو في الأهرامات. وعندي ancient Egyptian items اللي هي العناصر مصرية قديمة, أشياء مصرية قديمة زي ما احنا شايفين. وازاي استخدم الصفات في وصف الـ objects. وعندي كمان Egypt governorate يعني محافظات مصر. مش شرط ان الطالب يحفظ الكلمات دي بالسبيلنج, على قد ما يقدر يكون حافظ وعارف شكل الكلمات الموجودة وعارف الأفعال. زي ما هنا عندي في unit 9 at the beach يعني على الشاطئ. عندي الaction verbs يعني أفعال الحركة, يعني لازم يعرف الفعل ده اسمه ايه ويكون حافظ معنى الverb وحافظ على قد ما يقدر السبيلنج بتاعه. وازاي استخدم I can plus الانفينيتيف يعني لازم كان يجي وراها فعل يكون في المصدر. وكمان استخدام البريبوزيشنز اوف بليس ازاي استخدم او اعبر عن الاشياء واماكنها باستخدام البريبوزيشنز اللي هي حروف الجر الخاصة بالمكان. عندي in, on, under, behind. معانا كمان في آخر الكتاب حاجات جميلة, stickers دي جميلة جدا استخدمها المدرس لما يكون الطالب مجتهد وعامل واجباته. وكمان عندي certificate حاجة جميلة جدا دي أول مرة تحصل. سيرتيفيكيت جميلة جدا جدا بصراحة مبهورة بيها. زي ما احنا شايفين كده الطالب ممكن نكتب اسمه والتوقيع والتاريخ, حاجة بترفع معنوية الأطفال. مع كتاب الشرح في عندي كتاب الأسسمنت بوكليت اللي هو التقييم, كتاب التقييم أو الواجبات زي ما احنا بنقول. عندي كمان زي ما احنا شايفين هنا كله عبارة عن exercises دي at home حاجة جميلة جدا جدا. ده كتاب خاص بتاع أولى ابتدائي منهج كونكت الجديد.
بالنسبة لكونكتو زي ما احنا شايفين كتاب برضو خامة الورق ممتازة. عندي ريفيجن على كل الفوكابلري اللي خدوها في KG1 KG2 و Primary 1. عندي Theme 1 نفس الاسم بتاع Theme 1 في Primary 1 اللي هو Who Am I. عندي Unit 1 اسمها Meet My Family. نفس الحكاية بناخد الـ Members of the Family أو Family Members اللي هما أفراد العيلة. وعندي إزاي أجي أقول إشارة للقريب أو البعيد، المفرد أو الجمع. بيعلمني إزاي أتحدث أو أقدم عيلتي. هنا بيقول لي parts of the day اللي هو أجزاء اليوم. عندي in the morning, in the afternoon, in the evening و at night. إزاي استخدم حروف الجر in the مع morning والafternoon والevening، أما night بستخدم at فقط. كمان عندي unit 2 بيقول لي my body اللي هو أجزاء الجسم. بيديني أجزاء الجسم حتى في الطيور كمان أجزاء الجسم والطيور والحيوانات. قالت واحدة معانا اسمها off to school يعني عود إلى المدرسة. عندي برضو الclothes وعندي الcolors زي ما احنا شايفين تحت. نفس الحكاية كله عن الclothes والcolors، ازاي هستخدم الcolors وانا بوصف الclothes اللي احنا بنلبسها، وازاي اقول الكلمة مفرد والكلمة جمع. بعد 3 وحدات الاولانيين عندي review 1 بيجيب لي revision عن الvocabulary وعن ال language functions اللي موجودة في الوحدات بتاعتنا. وعندي الphonics اللي هي الصوتيات أو أصوات الحروف اللي احنا بنقرأها. into the world around me العالم من حولي. عند unit 4 time to play sports اللي هي وقت ممارسة الرياضات. وعندي sports ازاي، وعندي action verbs اللي هي أفعال الحركة. ازاي استخدم can't للتعبير عن القدرة وعدم القدرة. لو أنا بعرف أعمل الحاجة أقول I can وبيجي وراها فعل في المصدر، لو أنا مش بعرف أعمل الحاجة أقول I can't وراها فعل في المصدر. عندي كمان الـ numbers من 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 من 10 لحد 20، لأن بعد كده هنستخدمهم في قراءة الساعة. لما اجي اتعلم قراءة الساعة. عندي my day هنا برضو نستخدم عندي الفريزز اللي هي العبارات. ازاي اقول drink tea with milk, play with friends, go home, enjoy the school day, eat bread. عندي ازاي اقول ازاي how to tell the time. عندي 60 minutes اللفة من عقرب الدقائق في الساعة بيديني 60 minutes 60 دقيقة. كل رقم بنزوده في الساعة عبارة عن 5 minutes بكل حركة للعقرب بيديني 5 minutes زيادة. وهنا برضو how to tell the time. أنا عندي solar system اللي هو the solar system, planets of the solar system. عندي Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. زي ما احنا شايفين ان شاء الله الاطفال هتحفظها بطريقة سهلة جدا، مفيش اي قلق. Unit 6 healthy lunches اللي هي وجبات غذائية صحية او غداءات. يعني lunches جمع lunch اللي هو وجبة الغداء او الوجبة الاساسية الرئيسية في اليوم. زي ما احنا شايفين كده ازاي عمل الفود
أقسملي عندي unhealthy اللي هي الأطعمة الغير صحية، وعندي healthy الأطعمة الصحية، وإزاي إن الطفل بيستفيد من كل الأكل اللي لازم يأكله، لازم يتغذى على الطعام الصحي اللي هو healthy food. برضو نفس الحاجة بتاع الكتاب الأولين، نفس الستيكرز اللي في آخر الكتاب، إن ده حاجة تشجيعية للأطفال، وكمان الشهادة الجميلة بصراحة أنا معجبة بها جدا ما شاء الله، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة على الأطفال. وجزء الثاني اللي هو ongoing assessment اللي هو التقييم المستمر للأطفال، والكتاب عبارة عن exercises و زي حاجة زي كراسة واجب كده الأطفال بتكتب فيها الواجبات at home، حاجة جميلة بصراحة. وربنا ييسر الحياة ويعيننا ويعين الطلبة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.